الوالد كان يشتكي في ألم في الظهر، ألم شديد وحرارة في الرجل وتنمل في الرجلين. عملنا العملية ومن ثاني يعني بنفس اليوم حتى الحمد لله وقف، وثاني يوم مشى والحمد لله كانت عملية ناجحة وطيبة ولله الحمد. إجراء العلاج الجراحي أصبح كل شيء على ما يرام، وعاد المريض حسن بمقدوره ممارسة الرياضة وقيادة السيارة والقيام بأنشطته اليومية بشكل طبيعي. معك أحمد حسن جاسم النعيمي من دولة الإمارات العربية المتحدة. والله تجربتنا بكل صراحة ومصداقية، الحمد لله الوالد جدا استفاد من دخوله مستشفى وستاني وعمل العملية الجراحية، واللي كانت له الحمد لله أول شيء كان بفضل الله وفضل المستشفى والدكتور. الحمد لله الوالد صحته كانت من وصارت إلى الحمد لله الأحسن بكثير الحمد لله. الوالد كان يشتكي في ألم في الظهر، ألم شديد وحرارة في الرجل وتنمل في الرجلين. الدكتور شخص حالة الوالد بأنه عنده 3 فقرات الأخيرات، هم لازم يعملونهن عملية جراحية ولازم يتطلب دخوله لغرفة العمليات، والحمد لله عملنا العملية ومن ثاني يعني بنفس اليوم حتى الحمد لله وقف، وثاني يوم مشى والحمد لله كانت عملية ناجحة وطيبة ولله الحمد. في عام 2009 أتانا المريض حسن وكان يعاني من آلام في الظهر، حيث كانت هذه الآلام تمتد إلى أسفل القدم، إلى أن بدأت الأعراض بالتزايد شيئا فشيئا وأصبح بالكاد يستطيع المشي. وعندما أجرينا له الفحوصات وقمنا بعمل الرنين المغناطيسي له، وجدنا أن هناك عصب منضغط والذي أدى إلى إصابته بتلك الأعراض. وبما أن الأعراض كانت شديدة جدا، رأينا بأنه من الضروري معالجته بالجراحة، وذلك من أجل تقويم فقرات العمود الفقري وتثبيتها بالبراغي المصنوعة من التيتانيوم. في هذه المنطقة يظهر لنا أن العصب قد بدأ بالانضغاط، كما أن الجزء السفلي والعلوي هنا لهما نفس المشكلة أيضا، وهو الضغط على الأعصاب. لذلك قمنا بتثبيت العمود الفقري ب4 أزواج من البراغي، وهذه صورة العمود الفقري بعد تثبيته بالبراغي. بعد إجراء العلاج الجراحي أصبح كل شيء على ما يرام، وعاد المريض حسن بمقدوره ممارسة الرياضة وقيادة السيارة والقيام بأنشطته اليومية بشكل طبيعي، غير أننا قمنا في هذه المرة بنصحه بإنقاص وزنه ومزاولة الرياضة بانتظام لتقوية عضلات الظهر. مستشفى الوشتاني أول شيء عرفناه عن طريق صاحب الوالد، هو عمل عملية هني وجدا استفاد منه. بعد صاحبه كان من دولة الإمارات العربية المتحدة، واتصلنا في السفارة الإماراتية، وبعد نفس الشيء زكوا هالمستشفى وقالوا هذا من أحسن المستشفيات في تايلاند، والحمد لله كان الاختيار جدا طيب. شوف انا بقول لك اياها بكل صراحه، انا قبل يومين حصل لي موقفين. الموقف الاول اني انا طلبت رساله لمقر عملي عشان الوالد، عملوا لي الرساله بيوم واحد وودوها الحمد لله هم بنفسهم المستشفى للمكتب العربي في المستشفى والمترجمين، ودوها للسفاره طبعوا لي الرساله من المستشفى وقعوها وخذوها ودوها للسفاره الاماراتيه وصدقوها من السفاره الاماراتيه، وانا موجود الحمد لله تعبت ولا كل شيء موجود في المستشفى. والشيء الثاني الحمد لله الدكتور طلب منا تقارير من دولة الإمارات، وكان يعني الحمد لله أرسلوا لنا إياه بإيميل، وهم جزاهم الله خير المكتب بعد طبعوه ورسلوه للدكتور نفسه، يعني الحمد لله. والتواصل مع المستشفى عندهم خدمات طيبة، حتى أنا المساء أتصل بهم أحصل اللي
اللي أبغى منهم وبكل سهولة الحمد لله. نصيحتي أنا بقولك يا نصيحتي، أنا كلمت عمتي تيجي هني تعمل عملية، والحمد لله حاليا هي بغرفة العمليات تعمل عملية، والله العظيم أنا أكلمكم وحاليا هي تعمل عملية، أمس جد واليوم عمليتها موجودة الحمد لله. فأنا يعني الله حق يعني أقول لكل المستشفى، لولا أنا مستفيد منه ووالدي مستفيد منه وأهلي استفادوا منه وأشوف الناس أني مستفيدين الحمد لله، مستشفى طيب وتشخيص طيب وتحصل علاج صحيح وطيب الحمد لله. أشكر أول شيء دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة ما قصروا ويانا، وأشكر سفارة دولة الإمارات والمكتب الصحي دولة الإمارات، لأن كنا نتواصل معاه ليل ونهار وأبدا ما قصروا معانا. وأشكر مستشفى وشتاني، مكتب صحي ومكتب ومترجمين وممرضين ودكاترة، ودكتور بورن اللي عمل الدكتور حق الوالد المستشفى ويتابع معه، والله العظيم يقول له حتى وإذا أنت رجعت الإمارات اتصل بي في أي وقت أي استفسار أي شيء شو اسمه. وجدا الأطباء والممرضين جدا يحسونك أنت في بيتك وعائلة واحدة، عندهم طولة بال وعندهم بشاشة في الوجه، والحمد لله صراحة الحمد لله. Leave us a comment below if you have any questions, and please hit the subscribe button to stay updated with our healthcare videos.